بسم الله الرحمن الرحيم سلام من الله عليكم ورحمه منه وبركاته احبتي تلامذه الصف السادس الابتدائي نرحب بكم اطيب ترحيب من فضائيه العراق التربويه ونقدم لكم درسا جديدا من دروس قواعد اللغه العربيه بعنوان المفعول المطلق عندما تمر على مسامعكم لفظه المفعول اعلموا انه يندرج تحت قائمه الاسماء العربيه المنصوبه وقد درسنا الاسم المنصوب الذي سبقه وهو المفعول به واليوم نقوم باذن الله تعالى بدراسه المفعول المطلق ويلي ذلك الدرس اي المفعول المطلق درس المفعول فيه ونقوم بشرحه بحينه باذن الله تعالى. المفاعيل احبتي التلاميذ من الاسماء العربيه المنصوبه كما اسلفت في بدايه حديثي، واود ان اعطيكم فكره مبسطه عن المفعول المطلق، المفعول المطلق اذا جاء في الجمله فانه يثري الكلام، اي ان وجوده ليس من اساسيات الجمله الفعليه. وجوده يسمى مكملا للجمله الفعليه فعندما تقول ركض اللاعب ركض اللاعب فهنا تم معنى الجمله وهي جمله مفيده افادت بمعنى ركض اللاعب وقلنا يركض او ركض اللاعب لكنني عندما اريد ان ابين لكم نوع ذلك الفعل اي الفعل ركض فاقول ركض اللاعب ركضا شديدا كلمه ركضا دلت على المفعول المطلق الذي بين لنا نوع الفعل وهذا ناتي على شرحه تباعا بعد ان نقرا واياكم النص الذي ورد في الكتاب فقد ورد في الكتاب اعزائي التلاميذ قوله تعالى: واعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكلم الله موسى تكليما، لاحظوا الكلمات التي سترد في النص وتحتها خط ركزوا عليها ومن ثم نعود لبيان نوع ذلك المفعول المطلق، اي ان الكلمات التي تحتها خط تمثل المفعول المطلق. والايه الكريمه الثانيه قوله تعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورتل القران ترتيلا. الايه الاخرى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تبذر تبذيرا. ولا تبذر تبذيرا. الايه الاخرى: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وهناك في قول الشاعر أيضا ورد المفعول المطلق بقول الشاعر شربنا شربة الظمآن حتى غدت شفتاي كالنبع الرطيب وقول الشاعر الآخر زرت الصديق زيارتين لعلني القاه في خير واحسن حالي الكلمات اعزائي التي وردت في هذا النص الذي احتوى على ايات قرانيه كريمه واحتوى على ابيات من الشعر الكلمات التي تحتها خط تكون داله على المفعول المطلق. والمفعول المطلق أعزائي كما قلنا له علاقة بالفعل الذي يرد في الجملة فنرى في الآية الأولى الفعل كلّم الفعل كلّم على ما يدل عندما نقول كلّم يدل على التكليم تكليما والفعل رتل وهو احد اشكال تلاوه القران الكريم رتل او رتل القران ترتيلا، رتل يدل على الترتيل. تبذر يدل على التبذير، اذا هذه الكلمات تكليما، ترتيلا، تبذيرا، دلت عليها هذه الافعال. دلت عليها هذه الافعال، نقول عنها مفعول مطلق وفي الآية الأخرى واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا واهجرهم هجرا جميلا اهجرهم ذلك الفعل الذي دل على كلمة هجر وبين هنا لنا نوع الهجر هجرا جميلا فهذا هو المفعول المطلق الذي يشابه بلفظه لفظ الفعل هجرا اهجرهم هجرا ولا تبذر تبذيرا كلم الله موسى تكليما انظروا التشابه بين الكلمتين بين المفعول المطلق وبين الفعل الذي ورد في الجمله ونرى في هذه الجمله او في هذا البيت من الشعر شربنا الشرب على ما يدل يدل شربة الظمآن شربة الظمآن زرت الصديقة زيارتين زرت تدل على الزيارة كم زيارة زيارتين إذا كم مرة وقع الفعل وقع الفعل مرتين زرت الصديق زيارتين لعلني ألقاه في خير وأحسن حالي فهذه ال الكلمات احبتي التلاميذ زيارتين شربة الظمآن هجرا جميلا تبذيرا ترتيلا تكليما في هذه الايات الكريمه وهذا وهذه الابيات من الشعر تدل على وجود المفعول المطلق وكما قلت لكم اعزائي التلاميذ المفعول المطلق هو من مكملات الجمله أي أنه يوضح صورة الكلام توضيحا أوسع مما نقول ركض اللاعب ونتوقف قد يكون الركض بطيئا قد يكون الركض سريعا قد يكون الركض متعثرا وإلى آخره من الصفات فهنا يدل على نوع الفعل على ظروف تحيط بالفعل و نؤكد الفعل احيانا بالمفعول المطلق كقولنا ورتل القران ترتيلا ولا تبذر تبذيرا هنا نؤكد نؤكد الفعل الذي يرد في الجمله بالمفعول المطلق واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا اعزائي في هذه الجملة وهجرهم هجرا جميلا جاء المفعول المطلق لبيان نوع الفعل ولا تتوهموا بنوع الفعل أي ذكر زمنه من حيث الماضي والمضارع والأمر النوع هنا يقصد به نوع الفعل إما أن تكون صفة للمفعول ال ال يأتي بعده صفة أو يأتي بعده مضاف إليه في هذه الجملة هجرا جميلا أتانا المفعول المطلق موصوفا أي أتت بعده صفة بينت لنا نوع ذلك الهجر هجرا جميلا وهجرهم هجرا جميلا كما وردت في الآية في هذه أعزائي الـ قاعده تقول المفعول المطلق هنا تعريف للمفعول المطلق هو اسم منصوب وقد ذكرت ذلك في بدايه الدرس وقلنا انه اسم منصوب يذكر بعد الفعل ويكون من لفظه ومشتملا على حروفه اذا يشترط ان يكون المفعول المطلق من لفظ الفعل من لفظ الفعل كقولنا كلم الله موسى تكليما واهجرهم هجرا جميلا وزرت المريض زيارتين وهكذا اعزائي او ويكون و مشتملا على حروفه اي الحروف تشتمل على حروف الفعل حروف المفعول المطلق ويجيئنا المفعول المطلق على ثلاثة او على ثلاث صور الصورة الاولى يكون لتوكيد الفعل لتوكيد الفعل عندما ياتينا المفعول المطلق اعزائي كيف نميز كل شكل او كل نوع من انواع المفعول المطلق اعطيكم هذه القاعدة البسيطة يسيرة التعلم والحفظ والحفظ فهمت الدرس فهما نتوقف هنا عند هذه المفردة، فهمت الدرس فهماً، إذاً تكون في هذه الحالة المفعول المطلق جاء لتوكيد الفعل فهمت، في هذه الحالة الفعل فهمت أكدناه بالمفعول المطلق فهماً أي يجيء المفعول المطلق في هذه الحالة بنهاية الجملة ولا يأتي بعده شيء. فهمت الدرس فهما، فهمت الدرس فهما، وأتوقف يكون لتوكيد الفعل. أما إذا قلنا فهمت الدرس فهما عميقا. فهمت الدرس فهما واسعا. فهمت الدرس فهما ضعيفا. إذا هنا قد وصفنا المفعول المطلق وأتت بعده صفة فأصبح لبيان نوع الفعل فهمت. لم يعد لتوكيد الفعل بل هنا أصبح فهمت الدرس فهما، قلنا هي لتوكيد الفعل وعندما نقول فهمت الدرس فهما عميقا، فهما راسخا، فهما ضعيفا هي وصفنا المفعول المطلق وقد يكون المفعول المطلق ايضا مضافا في حاله بيان النوع فاقول مثلا ركض اللاعب ركض الغزال ركض الغزال هنا ركض الغزال ركض الغزال كيف اميز بين الصفه وبين المضاف اليه بامكاني اعزائي التلاميذ ان ابين لكم هذه المفارقه البسيطه بين المفعول المطلق عندما يكون في بيان النوع عندما يكون عندما يكون مضافا او او موصوفا لا يمكن ان ننون المفعول المطلق في حاله الاضافه بل بامكاننا تنوينه في حاله الصفه كقولنا هجرا جميلا قبل قليل وفهما واسعا كالمثال الذي سقته اليكم. اما المفعول المطلق او المضاف الذي هو قد يخلط به بعض التلاميذ لا يجوز ان ينون المضاف، الاسم المضاف اي الاول ليس الثاني. الاول هو الذي يسمى مضاف اما الثاني فيسمى المضاف اليه. فلا ينون المضاف الاسم الاول المضاف لا يجوز تنوينه كقولنا ركض اللاعب. ركض الغزالي لا يجوز أن أقول ركض اللاعب ركضا الغزال بل ركض الغزالي لا يجوز أن ينون لأنه, من لأنه مضاف أما الصفة فبإمكاني أن, أن أنون, أن, أن, أن أنون الإسم كقولي هجرا جميلة أو ركضا شديدا ركضا سريعا إذا كانت الجملة على الفاعل إذا النوع الآخر أو الثالث أعزائي من المفعول المطلق هو لبيان عدده لبيان عدده أي عدد؟ أي عدد مرات حصول الفعل عدد مرات حصول الفعل وقلنا هنا دقت في هذا المثال دقت الساعة دقتين دقت الساعة دقتين وقبل قليل اخذنا تناولنا هناك في النص زرت المريضة زيارتين اي دلت على عدد مرات حصول الفعل زرت كم مرة زرت المريض؟ زرت المريضة وتوقفت هنا الجملة مفيدة لكني أريد أن أبين عدد مرات حدوث الفعل وأستعمل المفعول المطلق أقول زرت المريضة زيارتين وهو اسم المثنى يعرب إعراب المثنى يعرب في هذه الحالة دقتين أو زيارتين مفعول مطلق ما نوعه من أنواع مفعول مطلق منصوب لبيان عدد لبيان العدد او لبيان عدده او لبيان عدد مرات الفعل كلها تعبيرات سليمه منصوب علامه نصبه قلناها منصوب منصوب علامه نصبه الياء لانه مثنى وعلامه نصب المثنى هي الياء اذا كيف نفرق بين التوكيد وبيان النوع والعدد العدد هو يدل على عدد مرات حصول الفعل كقولنا زرت المريض زيارتين أو دقت الساعة دقتين أو دق الجرس دقتين وهكذا يدل على عدد مرات حصول الفعل أما النوع فقد يأتينا موصوفا أي المفعول المطلق بعده صفة أو يكون مضافا أي بعده مضاف إليه مجرور بالإضافة كقولنا دافع, الع... دافع الجيش العراقي عن الوطن دفاع الابطال لا يجوز ان اقول دفاع الابطال لانها مضافه وكما قلت قبل قليل المضاف لا يمكن ان ينون وهذه ملحوظه تفرقون من خلالها بين المضاف اليه بين الاسم المضاف وبين بين الاسم الموصوف اذا فهمت الدرس فهما هي ال فهمت الدرس فهما هي لتوكيد الفعل توكيد الفعل فهمت هي فهما اكدناه بالمفعول المطلق اي تاكيد حصول هذا الفعل فهمت الدرس فهما هنا اسال سؤالا اذا قلت فهمت الدرس فهما عميقا هل يبقى الحال على ما هو عليه يبقى فهمت الدرس هنا فهما تعرب مفعولا مطلقا لتوكيد الفعل الجواب كلا بل تكون هنا لبيان نوع الفعل وكما قلت بيان النوع لا اقصد به بيان نوع الفعل من حيث زم... زم... زمان حدوثه ماض او مضارع او امر بل هو الظروف التي تحيط بالفعل كقولي صبرت صبرا جميلا، الصبر انواع منها جميل الصبر الصبر الجميل الذي ورد في الايه القرانيه الكريمه قبل قليل ونقول ركض كما قلت ركض اللاعب ركضا سريعا، واذا قلت ركض اللاعب ركضا وتوقفت لم اقل سريعا هنا اصبحت لتوكيد الفعل اي ان التوكيد يكون في نهايه الجمله تنتهي به الجمله الفعليه بالمفعول المطلق الذي يكون للتوكيد واما النوع فيكون اما موصوفا او مضافا اي بعده مضاف اليه او بعده صفه والعدد واضح هو يدل على عدد مرات حصول الفعل ناخذ واياكم أعزائي التلاميذ هذا المثال في الإعراب بعد أن قرأنا القاعدة ودعونا نعيد قراءة القاعدة على مسامعكم إذا أعدنا قراءة القاعدة وفي الإعادة إفادة إن شاء الله المفعول المطلق هو اسم منصوب يذكر بعد الفعل ويكون من لفظه ومشتملا على حروفه القاعدة لا تحفظ حفظا أصما بل يجب أن تفهم وقد شرحنا تفاصيلها ويجيء المفعول المطلق لتوكيد الفعل أو لبيان نوعه أو لبيان عدده إذا أعزائي في هذه المثال مثال الإعراب صبرت صبرا جميلا صبرت صبرا جميلا صبرت تعرب فعل ماض مبني على السكون، لماذا بني على السكون؟ لاتصاله بتاء الفاعل، اي ان تاء الفاعل عندما يتصل بالفعل الماضي وهو من علاماته لان الفعل الماضي هو الوحيد الذي تتصل به تاء الفاعل وكذلك تاء التأنيث الساكنة وهي تميزه من غيره. اذا فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل وماذا نعرب تاء الفاعل؟ أعزائي والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، أي أنه ضمير متصل حل أي أنه أعرب فاعلاً، لأنه من الضمائر الأسماء المبنية، لا يجوز أن نقول عنه فاعل مرفوع، هو ليس هو في محل رفع أو في محل رفع. صبرا صبرا هو مفعول مطلق منصوب لاحظوا الفعل صبرت على ما يدل يدل على صبر أو صبرا كما ورد في الكتاب صبرا هي التي دلت عليها الفعل صبرت الفعل صبرت مع التاء الضمير هي مفعول مطلق منصوب لبيان نوع الفعل هنا نبين بعد ان نعرب المفعول المطلق ونقول عنه مفعول مطلق منصوب لبيان نوع الفعل الان ناتي بعلامه النصب علامه نصبه الفتحه الظاهره على اخره اما كلمه جميله صبرا لا يمكن ان تكون مضافه لانها منونه اي انها تنتهي بالتنوين تنوين الفتح إذا جميلة هي نعت منصوب وبإمكاني أن أقول صفة منصوبة نعت منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره هل يكون النعت منصوب دائما يتبع هو يتبع الاسم الذي يسبقه لأن الصفة تتبع الموصوف وبهذا أحبتي التلاميذ ناتي واياكم الى نهايه درسنا شكرا لاصغائكم والى اللقاء